السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو اليوم حنقوم بفتح علبة دي جي اي اكشن 2، الكاميرا الجديدة من شركة دي جي اي. كذلك حنتعرف على اهم المميزات او الخصائص الخاصة بهذه الكاميرا. كذلك حنقوم بعرض بعض العينات من الصور والفيديوهات. لما نشوف العلبة صغيرة بالنسبة للموديل اللي عندي اللي هو دوال سكرين كومبو. عندنا كتيب الاستخدام، هنا الجسم الأساسي للكاميرا، هنا الشاشة الثانية كذلك تحوي على البطارية إضافية، هذا شكل الكاميرا، اللون نشغل الكاميرا. الكاميرا بحاجة ل تفعيل، كابل تايب سي، بعض الاكسسوارات، زي ما نشوفه الكاميرا شغالة حاليا. ماونت شبيه بالجو برو، ماونت مغناطيسي، وهذا اكسسوري بالامكان تركيبه على ترايبود، نفس الشيء مغناطيسي.
نظام بول هيد، طريقة هذه.